التقارير هسه الأخيرة الحقيقة تأكد أن هنالك أكثر من مكانين ضخمة جدا يعني داخل بغداد يرتادها المقامرين وتمارس بها يعني مسائل القمار، وهنالك قاعتين للروليت وهذه بالتأكيد مخالفة كبيرة. السبب الحقيقة يعود إلى أنه بالفترات السابقة كان هنالك ضعف بالأجهزة الأمنية مثل ما تفضل أستاذ مخلد، يعني كانت هنالك الأرض الأمنية رخوة، يعني من فترة قصيرة قبل سنتين أو ثلاثة بدأت أجهزتنا الأمنية تأخذ دورها الفاعل في هذه مكافحة هذه الجريمة وجهاز الاستخبارات. يحتاج لها مثلا طيران حتى مثلا يسيطرون عليها، وبالتالي مكانها واضح وقريب ونص الحمد. الأجهزة لا المكان مو مخفي، المكان معلوم ابدا. وقلت لك كان الأجهزة الأمنية كانت ارضيتها رخوة، يعني القوانين موجودة لكن التنفيذ انت تحتاج الى منفذ من اجل ان يقوم بالقبض على الاشخاص الذين يقوموا بهذه الجريمة وبالتالي عرضهم على القضاء من اجل ان ينالوا العقاب العادل.